حلو ده. هو انا معايا في اليرين ازاي؟ هو انا رحت اشتري؟ الفلير بتاع ال يا راجل والله ما خدتش بالي. طب ما كنت اجيب. نعم، انها المخدرات. اوعى شايفين حد يا جدعان؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في؟ الو انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ تخيل انزل. يا نهار ابيض، ده انا اروح فيها. العلبة دي فيها ايه؟ فيها خاتم. لا بص كويس. العلبة دي نص كوب 8 غرام. ولا ده ولا ده؟ ماشي. انا اروح اضرب في الفلير التاني. انا ليه اروح اضرب في الفلير التاني؟ قصة يا عم. قصة يا عم، هي خربانة خربان. احنا لسه هنروح. نحن نعشق الإثارة والتحدي. نحن نعشق المواجهة. القلب جاي بيبوش بقى. خلاص بهزر بهزر والله، في حد بيبوش فعلا. انا بهزر يا جدعان. يا عليك، ده انا بهزر. الله 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 الله. اتصدم. هي فيها مخاطرة بس أنا هروح. أنا هروح بس إحنا ممكن إيه؟ أقول لك بقى نعمل إيه بقى؟ حتة صياعة بقى. هنروح يا باشا، نروح عاملين كده. نروح عاملين دي. استنى بقى الحاجات دي إيه؟ تراب بقى. نروح عاملين كده، نروح عاملين كده. بعد كده نروح عاملين كده ونروح جايين كده. يا ابن اللعيبة يا فاجر. أهدرت وقتي ووقتي بثمن. شكرا، اتفضل.